السلام عليكم، معكم ليلى يمين، مسيرة في مركز التسويق التضامني بمدينة ورزازات. مركز التضامني اللي كتشرف عليه جمعية روزا مع مؤسسة محمد الخامس. هذا المركز هذا هو واحد دار ديال التعاونيات، كنستقبلوا فيه جميع التعاونيات ديال المنطقه وديال الجهات تقريبا كامله، ومؤخرا فتحنا على تعاونيات ديال تقريبا المغرب كله، كوكي، نواحي الصويره، مراكش، تقريبا نواحي ديال الخميسات، يعني بزاف ديال المدن اللي ولاو كيجيبوا لي برودوي ديالهم عندنا. ومن هذا الفضاء هذا ولا من هذا المكان هذا كنوجه نداء للتعاونيات اللي دابا كيتواجدوا عندنا في المعرض، وتا اللي غادي يتفرجوا ويشوفوا، انهم يجيو لمركز التسويق التضامني يديروا واحد الزياره ويشوفوا ويجيبوا لنا المنتوجات ديالهم، لان صراحه احنا محتاجين لواحد التنوع، محتاجين لواحد برودوي جديد، محتاجين لواحد اللمسه ديال هذيك الارتيزانه المغربيه ديالنا. بغينا تكون حاضره عندنا في المركز، وبغينا ان شاء الله نقوموا بالتسويق وبالتحسيس ديال السكينه وديال كاع الناس والزوار اللي كيوفدوا على هذا المركز باش يشوفوا هذه المنتوجات المحليه والجهويه. نشكركم، كنشكركم الناس اللي جاوا زارونا دابا ديال التعاونيات، كنوجه التحيه ديالي ليهم، وكنوجه النداء مره اخرى انهم يجيو يشوفوا المركز، وشكرا.